مساء الهلو عليكم يا أحلى مستمعين ومتابعين بالدنيا. حلقة جديدة، الحلقة النصف نهائية من برنامج غني لي برعاية برجر ميكرز، بلشت لليوم معي أنا رند العالمي ومع الكبو خالد مصطفى. صباح الإشطار. صباح الفل، أهلا وسهلا. شو أخبارك؟ كيفك؟ أنت متوتر ومتحمس والآن حالتك حالة؟ طب والله العظيم أني أنا متوتر والآن. واضح. يعني صراحة الله يعينهم، أنا هذا يعني جاب نتيجة موضوع أنه عدم تدخل الجمهور أو الناس، انه قدرت اوصل فعلا 7 اصوات. هلا الفاينل 7 اصوات، بمعنى الكلمه اصوات حلوه، اصوات نحيفة. وما عندي هلا بهاي الفتره ما عندي مشكله اي واحد فيهم يربح صراحه. مبسوط كثير، دائما احنا في اي برنامج ثاني بنيجي نوصل بكون مع الفاينل معنا 7 ولا 8 ولا 10، بكون في منهم 3-4 ممتازين والباقي صح. هون الموضوع مختلف، عندي طالع معاي الموضوع جميل جدا. الحمد لله رب العالمين، راضي ومبسوط احنا وصلنا له هلا الحمد لله، ويا رب نقدر نطلع ان شاء الله. بس اظن اليوم بحلقه اليوم بالذات ضغط انك انت تختار الاصوات اللي رح تربح معنا او تتاهل للنهائي خف عنك كثير لطريقه معينه هلا اكيد رح اشرحها طبعاً. بس لازم اول شيء نرحب بالنجم الاردني الفنان حسين السلمان، صار معه وجود معنا بالاستديو. اهلا وسهلا. كبير هلا حب. هلا حبيبي، كيف حالك؟ تمام. هلا حسون، هلا حبيبي. بسيطة. انا رحلت اصلا من تحت الرشيد عشان ازمه جد تحكي. يعطيك العافيه يا شو الاخبار؟ مشترك مضوي امور تمام؟ كله تمام. اوكي حسون، كيفك؟ هلا والله. شو اخبارك؟ شو اخبارك؟ تمام؟ هلا والله. والله الك وحشه حبيبي. الزلمه مش شايفك. انا مش شايفك طبعا. شو اخبارك حبيبي يا حسون؟ الله يسعدك. انا كثير منيح، كيفك انت؟ نوره دايما. الله يسعدك. ثانك يو. امورك تمام؟ ازمه برا كثير؟ كثير. اي نو، سمعت انك رحلت من هون من المنطقه عشان الازمه. عشان الازمه. الازمه والله هي صارت ازمه في كل مكان. ننقل البرنامج ونرجع على السوفية. يلا المهم انه انت هلا صرت معنا ونورتنا طبعاً. كثير متحمسين على الحلقه النصف النهائيه لليوم. طبعا حسين انتم رح يكون عليكم، خلينا نحكي نص العلامه في هاي المرحله، بس هاي المرحله انه على الفاينل شيء مختلف، والنص الثاني رح يكون للجمهور والمستمعين والمتابعين والمشاهدين كمان. طبعا خليني اشرح سريع هيك لكل حدا عم بيسمعنا وبيتابعنا، انه انتم كحكام رح تعطوا كل مشترك من المشتركين السبعه علامة من 10، وكل واحد فيهم اليوم رح يغني بس أغنية واحدة. هلأ العشر علامات الثانية رح تكون عن طريق التصويت. هلأ كيف رح تكون كيفية التصويت؟ بعد الحلقة بشوي رح ينزل لينك على كل السوشيال ميديا باترونز لمزاج اف ام على آت مزاج اف ام. هذا اللينك دايركتلي بتفوتوا عليه، بتعملوا كليك عليه، بيخدكم على بيج معينة رح يكون موجود عليها أسماء المشتركين السبعة وأرقامهم. هم رح كل واحد بيقدر انه يصوت بس لمشترك واحد، بس انت مثلا فيك لحسين دخلت انت على الويب سايت فيك تصوت لكل السبع الموجودين بس مره واحده فقط لا غير، وبعدين العلامات هيك اوتوماتيكلي رح تطلع. طبعا العلامات ما رح تكون صحيحه فقط، رح يكون في اعشار. اوكي يعني ممكن واحد يجيب 8 وربع، واحد 8 وثلث، واحد 8 ونص، ما بنعرف كيف ممكن يصير. ومع العلامه اللي عندكم بطريقه معينه تطلع نسبه اعلى تصويت، رح يكون معنا 4 اشخاص، هدول الأربع أشخاص رح يتأهلوا للنهائي. بتعرف إيش كمان حلو بالموضوع؟ صار أنا كثير ببرم. لا ولا ناقص. أنت ما حكاش حسين هلا ولا كلمة. أنت أحكي وأنا بسمع لك. الله يسعدك. تحكي وأنا بسمع لك. بتعرف إيش عن جد حلو بقصة التصويت هالمرة كمان؟ أنه رح يبين عدد الأصوات لكل مشترك. يعني مش تقولوا أنه والله لا في غش، كلياته المصداقية واضحة، العلامة موجودة، وإن شاء الله أكيد نتمنى التوفيق لكل الأشخاص. طبعاً في عنا كمان مشترك من برا البلد. من برا البلد. حلو. من لبنان. خلنا أقول لحسين حلاوة هذا البرنامج حسين، أنه ما أنا ما دخلت تصويت الجمهور من أول الحلقة. هلا تقريبا بفينا خلص، يعني هم هذول الحلقتين التقييم خليت الجمهور برا حتى تاكدت وصلت اهم 7 اصوات. دائما حسين انت اكيد عارفين حبيبي، اذا فات الجمهور مرات بصير في تحيز وممكن يوصلني صوت ما بيستحق اني يكون مزبوط. طبعا انا اليوم مرتاح انه انا موصل 7 اصوات. 7 اصوات حلو كثير. حلو اكيد اختيارك يا حبيبي. يا حسين الله يسعد لي قلبك. وهلا احنا بنسمع مع بعض طبعا ندردش اي شيء على السريع. اكتب لي هذا واحد وبعدين احكي ضميرك، احكي اللي بدك اياه، كلهم راح يسمعوه
كلهم بيعرفوا انك انت اكيد اكيد ما وصلت اليوم ما وصلت للسبع اشخاص الموجودين اكيد اخترتوا يعني اصوات حلوه يعني. طيب انا ما لي دخل. لا ابدا ما لي دخل. انت بنجمعك مع خالد طبعا احنا الثلاثه مع خالد وبعدين الحلو عند حسين انه هو بغني الجبلي وبغني الطربي بغني الشعبي فهو قادر انه يسمع ويساعدني ويقول لي طبعا مكانه مضبوط هذا بده شوي تعب هون هذا واحكي له كمان لإله طبعًا. تمام ما تكونش دبلوماسي يعني. اوكي طبعا بدنا نشدد اكيد على كيف انه احنا عن جد عم ندير بالنا على الاجراءات الوقائيه يعني بكل حلقه مرات بكون المشتركين موجودين عشان يستنوا النتيجه بس هالمره المشترك بعد ما خلص رح يغادرنا بتعرف كورونا وما كورونا عن جد يعني حتى احمد مثلا الوضع مش هيك كان اكيد كان موجود عندنا بالفيديوهاتنا اليوم بس اكيد نتمنى برضه التوفيق لاحمد ولكل المشتركين طبعا انت موجود معنا كثير وبدنا نستغلك اليوم انا جاهز انا جاهز انت احكي وانا بغني بطلب الجميع معلم انسى الموضوع من اول حسين جاي بس كله بغني انا جاهز طبعا لازم كمان امسي على كل التيم تبع غني لي عن جد كلهم عم بيتعبوا معنا بدايه من الانسان الفنان الخلوق المحترم جدا نديم يعطيك الف عافية رح يكون أكيد موجود ورح يلعب ميوزك هو والمشتركين جدا تحياتي لإلك محمود الطويل أحمد أبو صلاح محمود الخطيب دي جي نعيم سكاكيني وكمان رح يكون معنا اليوم دي جي مراد الخطيب يعطيك ألف عافية وما بننسى سامي عباس المعلم وكمان ميس طملي ما رح أحكي لك إن محمد اليوم على الهواء ولا إشي وكمان ريم شحرور موجودة معنا وما ننسى أكيد جوجو نجود بوصامي اللي ماسكة الهواء من جوا يعطيكم ألف ألف عافية جميعا يعني تواصل ايدي تلافين ديك الله يعطيك اشربي معي يلا فوت على جد بتحبس يلا لا ان شاء الله هلا نبلش اللي باقي على البريك باقي دقيقه واحده لازم ابرم بعد البريك حسون بالدقيقه هاي عبر جديد جاد قليل احنا دائما محضرين بس انت شايف الوضع ما اخي ولا في شيء بطلت حتى يعني خلص نتعايش مع هذا الوباء خلص وحتى بدناش نغني بطل بدناش حفلات بدناش اعراس خلص بدنا الموضوع يعدي اول ليه راحت يلا ان شاء الله تتعود وكل شيء بيصير احسن من قبل ان شاء الله بس ترجع الايام زي اول واحسن كمان نرجع من عيد البرنامج على شيء افخم سفراتك والله حبيبي والله العظيم اشتقنا احنا نغني في صيف عمان طبعا مهرجانات طبعا طبعا ان شاء الله يا رب خلينا نطلع مع بعض اول فاصل بحلقتنا النصف نهائيه من غني لي برعايه اسكا برجر بالمملكه برجر ميكرز بعدها اكيد مكملين وراح يكون معنا اول مشترك علي عميش ويغني لنا عندك بحريه ما تروح بعيد يا سلام يلا رجعنا لكم ومكملين معكم بحلقة النصف نهائي من غني لي برعاية برجر ميكرز وعلى السريع لعبل مع علي عميش المشترك رقم 48 يكون معنا بدي أرجع أذكر بكيفية التصويت هلأ لجنة التحكيم رح يعطوا كل مشترك علامة من 10 بعدين بعد الحلقة رح ينزل عنا لينك على السوشيال ميديا بلاتفورمز على آت مزاج اف ام انتوا بتفوتوا على هذا اللينك بيحولكم على الصفحة اللي انتوا تفوتوا عليها وكمان رح يكون في شفافية بالموضوع يعني عدد الأصوات لكل مشترك رح تكون واضحة وبنفس الوقت أوتوماتيكلي هذا اللينك رح يعمل زي علامة بدقة صراحة ممكن تكون 10 ربع نص وبعدين يا جماعة الأربع مشتركين بيجيبوا أعلى علامات عن طريق الويب سايت هذا رح نعلن أسماءهم أو رح نعلن عن النتائج يوم الثلاثة الساعة 5:30 ببرنامج عطري مع معن الصافي وحنين إبقاعين فبلكم مركزين معانا ونتمنى التوفيق كمان مرة لكل المشتركين يلا صار معنا المشترك رقم 48 علي عميش ورح يغنينا عندك بحرية أهلا وسهلا لا هلا نوم نوصل بالسلامة أهلا وسهلا ضبط المايك خذ راحتك لك صحيح البحر في عنده وساعة لكن مشى الهموم والساعة والله ساعة بدوب على الفرقة والساعة والله ساعة بدوب على الفرقة والساعة بمسح دمعتي بكمة لدياهي يا باي
عندك بحرية زمرود شرقية يا ريس، عندك بحرية يا ريس زمرود شرقية يا ريس، والبحر كويس يا ريس وصل لحبيبي دخلك يا هوا الشمالية نيران الهوا قدالي، وإن شاء الله توصل مركبنا فيها أهلينا وحبايبنا، بعد على بالي يا ريس بعد على بالي. ريحة أراضينا يا ريس عم بتنادينا يا نادينا يا ريس، امشي وطربينا من مينا المينا، ريحة أراضينا يا ريس عم بتنادينا يا ريس، ريحة أراضينا عم بتنادينا يا ريس، امشي وطربينا من مينا المينا، وصل لحبيبي يا ريس تنشم ترابك، عندك بحرية يا ريس زمرد شرقية يا ريس، عندك بحرية زمرد شرقية يا ريس، والبحر كويس يا ريس وصل لي حبيبي. الله 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 الله، ولعها 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 عندك. لا بدنا نبلش، احنا دايما نبلش مع الضيف يا حبيبي. طبعا طبعا اكيد حبيبي حسون، يلا تفضل. ما شاء الله عليه، صوته حلو وحضوره حلو وشكله حلو، بس يركز شوي مع البيت يعني، بالاول فلت شوي مع الايقاع بعدين رجعت يعني، البارت الثاني كله كان صح عندك ممتاز، تركز على البيت اكثر ما شاء الله عليك بتجنن. يعطيك العافية. نفس رأي حسين، أنا أنت بتعرف أنا بحب صوتك جدا، ونفس الكومنتس كلها صوته حلو، مشروع مهم حتى للبلد إن شاء الله، بدنا فنانين عندهم اللوك الحلو وعندهم هذا الصوت الجميل. أوكي بالبروفا ما لخبطت هاي اللخبطة تبعت الإيقاع، اللي هو البارت الأولاني ناس الناس الكلام، بس البارت الأولاني أنت مفروض تفوت بعد الدم، مليون بالمية تفوت على الدم، أنت عرفت شو؟ فضله يلحقك. هلأ إحنا ما في، إحنا في هذا الوقت ما في مجال للمزح، رح نحكي اللي إلنا واللي علينا، الباقي حتى الكومنتس الباقي اللي قلت لك عبيها بدل يا ريس، عبيتها كتير حلو، يعطيك ألف عافية، بدعت حبيبي، يسعدك يا رب. ما شاء الله عليك. انت عرفت هلا كيف نظام البرنامج، اوكي احنا رح نعطي علامه والجمهور رح يعطي علامه، نجمعهم مع بعض واعلى اربع علامات هم اللي رح يتاهلوا معنا. تمام. من 10 احنا عشان الغلطه اللي صارت، اوكي لانه كمان ما في عندنا مجال هلا، خدناش منك كثير يعني بالضبط، اوكي احنا اعطينا 8 من 10. تمام. جود لك حبيبي، جود لك ويا رب انك تكون معنا على الفاينل، رح اكون مبسوط كثير. استاهل، الله يوفقك. كمان كل يلي عم بيسمعونا وعم بيتابعونا واللي رح يشوفوا كمان الحلقه يوم الاحد اللي اكيد بتعرف فيها محمد دهنية، بدي احكي لكم انه رقم علي عميش هو 48 عشان تصوتوا له، اللينك بنزل ان شاء الله بعد الحلقه. يلا هلا عندنا مشترك رقم 43 صار موجود معنا، محمد سريوة ميس، محمد سريوة هيو نازل هلا. يلا طيب هيا عم بنزل. وصل وصل صح صراحة. كيف حبيت حسين؟ حلوين حلوين، وكمان الديكوريشن وهيك. حلو حلو فكرة، كثير لذيذ صراحة البرنامج، أنا كثير متحمسة، زعلانة إنه خلص الحلقة الجاية هي آخر حلقة، نرجع نعيد البرنامج إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله، المرة الجاية بكون كله لايف بكون باند موجود يعني، أنا دائما متعود أغني وحفلات. اليوم أستاذ خالد قاعد حبيبي، بالعكس حبيبي أنت رجمي كثير والله حبيبي. الله يلا هي صار معنا المشترك رقم 43 محمد السريوة، رح يغني لنا موال، بعدين زينة لبست خل. يلا يا محمد يلا. اوف 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 اوف
المزال مزال القلب عم يخفق مساكن يا بيت بعهدك غيروا مساكي يا با المزال مزال القلب عم يخفق مساكن يا بيت بعهدك غيروا مساكن يا أبوي يا أبوي يا أبوي وزنا لبسة خلخالة وصارت تتباهى بحالة وزنا لبسة خلخالة وصارت تتباهى بحالة كلمة تتلاقى بخياله قلو يا خيال انزال كلمة تتلاقى بخياله قلو يا خيال انزال والفرس بدها خياله وقفت بالساحة تتغندر تلعب بالسيف وتتمخدر وقفت بالساحة تتغندر تلعب بالسيف وتتمخدر قلبي الخيالي تمرمر هي عم بتلوح بشالة قلبي الخيالي تمرمر هي عم بتلوح بشالة كلمة تتلاقى بخيالة قلو يا خيال انزال كلمة تتلاقى بخيالة قلو يا خيال انزال والفرس بدها خيالة والفرس بدها خيالة والفرس بدها خيالة برافو برافو محمد عن جد أبدعت يعني يلا علامتك محيرتنا محمد ما شاء الله عليك أنا بدي أقسى عليك وحسين متعاطف معك جدا أسوأ محمد ما شاء الله عليك أنت خجلان أو مرتبك أو خايف هذا غلط بالعكس لازم إحنا نعطيك باور ونعطيك يعني حماس صوتك حلو مع الأيام بصير في عندك خبرة وأكيد يعني أنت مش ما عندك خبرة يعني من أول صوتك حلو بس لازم تشتغل يعني صوتك حلو أنا بالنسبة لي عجبني صوتك يعني طب منيح أي أغلاط شو بدك الأغلاط إنه يعني الوقت التوتير هذا والخوف غلط بياخذ من صوتك يعني ما هو هذا اللي صار أنت عرفت وأنا عشان هيك كنت أشد عليك وموال يعني كان حلو لأنه هي الحياة عبارة عن خبرة أنت عرفت هلا ممكن إن شاء الله تفوز أنت معنا هون ممكن ما تفوز ولو ما فاز عادي ولو يعني ما فوزت عشان تكون عارف لقدام إيش بدك تعمل وين الأغلاط اللي كانت عندك أنا بالنسبة لي توترك هذا وإنك أنت الآن شوي عم بخليك تطلع أوف تيون في الركوز تبعك دائما عندك الركوز عم بطلعك شوي بر نتفة أنت عرفت بالنسبة لي بالسيمي فاينل مش مسموح لأنه أنا شفتك بالبروفات يسعدك ما كنت ما أحلاك حرام هلا يعني مش حرام تغنيت كتير حلو بس الافلات عندك كانت يعني ليه ليه يعني ليه؟ ما اعطيتناش شيء يشدنا يعني كان ناقصها الثقه يعني شو اعطانا كمان حركه يعني اعطانا كمان حركه طب انا بالنسبه لي كنت اعطيك 7 حسين مصر يعطيك 8 يلا ولانه حسين كريم رح نمشي تمام يلا 8 يا سيدي حبيبي الله يوفقك يعطيك العافيه ان شاء الله اشوفك نجم يا رب. يا رب يلا بدي اذكر كمان برضو كل اللي عم بيسمعونا عم بيتابعونا انه اذا حبيتوا صوت محمد صوتوا له على الرقم 43 على اللينك اللي رح ينزل على السوشيال ميديا وصار معنا المشترك رقم 1 سيف الصفدي ورح يغني لنا خطرنا على بالك أهلا وسهلا يا سيف ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا من هون من هون من هون نحنا يا بشر من
البشر من هون من هون من قصة عمر من بسمة الأيام الأيام من صوت بيجي بالبكي عالباب من كوخ ومن عرزال ومن موال من دالي عنقود من توتي من غيمة بلاد البشر من هون وخطرنا على بالك وخطرنا يا هوى كان مالنا ومالك نحنا يا هوى ولا بعمرينا هوينا ولا شافت عناينا طيفك يا هوى وخطرنا على بالك خطرنا يا هوى كان مالنا ومالك نحنا يا هوى ولا بعمرينا هوينا ولا شافت عناينا طيفك يا هوى قلب صار له مدة مغيرة دقاته مدري مين الوحدة ومدري الهوى زاته قلب صار له مدة مغيرة دقاته مدري مين الوحدة وانا مدري الهوى زاته عم بدق بوابي وجاي اغلى احبابي وعم بدق بوابي جاي اغلى احبابي عجنا حالهوى عجنا حالهوى وخطرنا على بالك خطرنا يا هوى كان مالنا ومالك نحنا يا هوى ولا بعمرينا هوينا ولا شافت عناينا طيفك يا هوى طيفك يا هوى طيف يا شو عليك. ايش نحكي لك يا كبو ايش نحكي لك طيب انا بعد اذنك حسين رح اسوق بالنسبه لي يعني من اجمل المرات اللي غنيت فيها بدعت ثقه على المسرح وشايف بني ادم او فنان جاهز يطلع على الستيج خلص يعني عم بحكي بجد لوك حلو التيون نظيف كتير واثق من اللي انت عم تغنيه وغنيت احلى من البروفا انا هذا بالنسبه لي شيء كثير مهم يعني بهمني انه البروفات اشتغلنا كثير منيح نيجي على اللايف الاقي اوف الفنان راح روح درس الاغنيه بعقله واجا قالها صح انت عرفت شو هذا اللي صار معك صراحه برافو عليك هذا بالنسبه لي حسون انا من دون تعليق خلص لا بدك تحكي هذا بالنسبه هذا مهم لانه انا ما بقدر اعلق لانه صوته بدخل القلب الصراحه يعني الحمد لله وبتحس انه هو يعني عنده خبره يعني متمكن برافو عليه ان شاء الله لقدام راح تشتغل اكثر على حالك وثقان من نفسك خلص الوثقان يعني مشروع لطيف مشروع كويس رايك صوت نظيف ممتاز الحمد لله حبيبي الله يوفقك سيف احنا بالنسبه لنا هناك 200 200 كنت بدي اقصى عليك بعرفش ليش بس زي عبالي انت عارف شو برضه حسين القلب الطيب علي لاكب وهذا طبعا بيستاهل نسيت شو اسمه سيف سيف ابو السيوف هذه لا سيف 10 يا 10 استاهل يعطيك العافيه ومبروك ويا رب انه الجمهور يكون واقف معك ويلاقيك على الفاينل باذن الله الله يوفقك حبيبي الله يوفقك سيف رقم سيف هو 1 عشان تصوتوا له يا جماعه حبيبي الله يوفقك يعطيك العافيه حبيبي كمان شوي يا هلا دور مين
دور سارة. سارة النجار. سارة يا سارة. رح تغني لنا سارة بالإنجليزي أغنية اسمها دانس مونكي. يلا اطلعي لنا على الستيج يا ساتورة وغود لك. The way you shine, take my hands, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead when I was passing by, and now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. I know my eye, I like your style. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do that thing to do before. They say, move for me, move for me, move for me, eh, eh. And when you're done, I'll make you do it all again. I said, oh my God, I see you walking by. Take my hands, my dear, and look me in my eye. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. And you just beg to see me dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. I know my eye, I like your style. You make me wanna cry. And you just beg to see me dance just one more time. Dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. Oh, they say, move for me, move for me, move for me, eh, hey, hey. When you're done, I'll make you do it all again, all again. Allah, Sara. تستاهل. سطورة. عندك وأنا بكمل. أوكي. سارة يا سارة. يعني أنا مش عارف شو بدي أحكي، بس كل مرة عم تصدميني أكثر من اللي قبله صراحة. شكرا. اليوم اللي أنا شفته منك شيء، يعني أنا بالنسبة لي بتمنى يكون عندي بنت زيك والله. يا سلام. لأنه ثقة كبيرة، بنت واقفة على الستيج مش فارق معاها أنه في قدامها طبعاً 20 بني آدم كله قاعد عم بتفرج عليها. برافو عليكي، هذا هاي نقطة تعد لإلك، نقطة تعطيك ثقة لقدام. طبعاً اختيارك للأغنية مش معقول، واختيار ذكي كمان. أغلاط ما كان في أغلاط. برافو. حتى في مقطع اللي هو بالآخر نديم هدف المزيكا، أنت تدركتي الموضوع على السريع، وهاي إشي يعني تحسب لك كمان. برافو عليك. برافو عليك. آه طبعاً. ستايل حلو، صوت حلو. بالعكس. فكرك أجنبية حسين. آه. أنا. اللي شو عم تستوردوا أجانب شايف. لا يا عمي هي احلى من الاجانب. الله يسعدك حبيبتنا. طيب يلا علامتها حسين راح يقولها. اكيد نعطيها 10. برافو 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 يا ساره. برافو طبعا. لقب ساره هو 32 عشان صوتوا لها على الويب سايت. وهلا نقدر نطلع لا فاصل سريع، وبعدي اكيد رح نكمل مع باقي المشتركين بغني لي برعايه برجر ميكرز بريك ان مرعد. رجعنا لكم ومكملين معكم بالحلقة النصف نهائية من برنامج غني لي برعاية برجر ميكرز. وقبل ما هيك نستقبل أو نسمع إيش أحمد الخطيب مشترك رقم 8 من لبنان هيك بعت لنا فيديو. أوكي، فقبل ما نشوف الفيديو ونسمع صوته أكيد عندنا حسين السلمان وما يغني لنا. لازم يعني نستغله، لازم نستغله على الآخر. آخر طبعاً. يلا إيش تسمعنا يا حسين عشان إذا راح وش يصير. علامة من 10. يلا. يا ويلة يا ويلة يا ويلة يا بذكرتك والسما مغيمة يا بو عليك الروح محتارة مدر الدمعة من العين مدر السما المطارة
وينك وينك ما إلك عنوان واسمك ضاعت أخمارا البحر لو يبعدك عني لسوي القلب لسوي القلب عبارة إذا راح وش يصير إذا راح وش يصير اللي يروح خلي يطير أصلا حلو التغيير ما حد بدون حال تعذب وحال انهاد كلش حلو مجدي طيب الأمور يصير إلى هنا وتنتهي عشرتكم المحلوة مريد بعاد بعد بد كل من طلع ما يسوى واللي عافني والخسر فضل علي سواه والفوق فوق يظل ترى والجو يبقى جوا إذا راحوا شي يصير إذا راحوا شي يصير اللي روح خلي يطير أصلا حلو التغيير حبكم بعد حبكم بعد ما يفيد ما ريدكم ما ريد عني بعدكم عيد الغشاش والكذاب سوي فضل وغاب يلي هواكم جاب بس حرقت الأعصاب هيا ارحلوا عن دنيتي خلينا عيش أيامي ياكم طيلة ما في نفع كل حبي واهتمامي دنيا بلاكم نورت يلا مشوا يا ظلامي ما طخ راسي وانحيني وتراجع بكلامي إذا راحوا شي يصير إذا راحوا شي يصير اللي روح خلي يطير اصلا حلو حلو التغيير الله يا حسين 20 من 10 30 برافو برافو حسين بتعرف حسين احلى شيء شو انه مزبوط حلو التغيير واحد حلو يغير طبعا لازم احلى شيء التغيير الواحد غلط يثبت انت لازم يغير تمام يعطيك العافيه حسين حبيبي بدعت شوي بس هيك لاني صاحي من النوم وجيت هلا صاحي من النوم يعني لما جيت انا يعني شوي لازم شوي يعطيك العافيه حبيبي لا ما شاء الله تمرينات يعني صوتك بياخذ العقل حسين ما شاء الله عليك بس تمرنا مع نديم الحلو نديم الفخم طيب يلا شو رأيكم هلأ بدنا نسمع وإن شاء الله أنتوا رح تقدروا تشوفوا كمان بإذن الله من يوم الأحد كيف أحمد الخطيب مشترك رقم 8 من لبنان غنى وزي ما بتعرفوا عشان كورونا وكل هالقصص هاي ما قدر أنه يكون معنا أحمد اليوم بس أكيد بعت لنا فيديو بأغنية اللي هي شبعنا من التمثيل لفضل شاكر خلينا نسمعها مع بعض يلي مفكر نفسك فوق البشر والناس قادر ويكسر نفسك رب البشر والناس مهما كبرت هتوصل لفين واخرك ايه اللي معلم يعلم بكرة الزمان ده عليك ويا دنيا البايا خيانة شبعنا من التمثيل
عمري أصيل تقولي له يا عمي فرينا لا زمانك ولا دنيتنا لا زمان العايب فيه في السماء والحر زالي بتتمنى دمار دمار غير مشاعرها دي زيف مصنوع وناس تانية بتتمنى الهنا الهنا لغيرها وتصحى وقلبها مخدوع ويا دنيا كفاية خيانة طيب هلا احنا اكيد سمعنا المشترك رقم 8 احمد الخطيب. قبل طبعا ما احكي لكم انها شوي وببلش التصويت رح نطلع على بريك سريع وبعديها اكيد الكابو وحسين رح يعطوا علامه من 10 فما تروحوا بعيد. طيب يلا اكيد مكملين معكم بغني لي وصار معنا هلا المشترك رقم 52 مؤيد. صح قبل ما نحكي قبل مؤيد استنى مؤيد معلش التخمت انا لازم نحكي قبل علامه احمد الخطيب من 10 يلا احمد الخطيب بدع صراحه انا بعشق صوته وعشق وعنده عرب جميل جدا وصوته حساس وانا بحب هاي الاصوات اوكي يعني بحب اللي بيستخدم عقله قبل صوته هاي قاعد عندي ككبو أو خالد مصطفى الكل بيعرف عندي هذا الموضوع هو من هذول الناس أنا بالنسبة لي أعطيت علامتي لحسين هو يقرر والله بيستاهل كله أحساس هو صراحة يعني قديش أحساسه كثير حلو عشان نكتب من أول لآخر الأغنية 10 10 يلا يا ريتك درستني بالمدرسه كله عشرات عشرات طيب يلا هي 10 زين القلب الطيب احمد الخطيب رقم 8 من لبنان عشان صوتوله ان شاء الله وهلا صار معنا انا اسفه بعتذر منك مؤيد صار معنا مؤيد الحلو مشترك رقم 52 وراح يسمعنا موال واغنيه افتكرت امان 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 أمان أمان يا يابا أمان 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 يا مليح اللمع وحلو التفن وجميلا جماله قد فتن يا مليح اللمع وحلو التفن وجميلا جماله قد فتن أي شيء جرى أي شيء جرى أي شيء جرى أي شيء جرى
انقطاعك عن أدلالا أدلالا هجرتني أم ملالا أم قسوة أم تجني فخم مؤيد مؤيد يا مؤيد حيرتنا انت عارف لما يصير في عدم اتفاق على اشي هذا كمان شيء كويس صراحة اوكي فانا وحسين تلخبطنا باشي هو حب شغلة معينة وانا حبيت شغلة معينة او حب يعني الفكرة انا بالنسبة لي انت غنيت موال كتير حلو هذا كخالد عم بحكي استعرضت في صوتك وهذا اشي مطلوب قلت القرار والجواب السكيل اللي قلته النزول كان كتير حلو برافو عليك وشدتني أكتر بالأغنية هذا رأيي أنا الإيجابي سلبي ما كان عندي سلبيات صراحة يعطيك ألف عافية وبدعت حسين الغنى حلو أنا أكثر شيء حبيت بالمفات بالبيت الأغنية حبيت الأغنية أوكي حبيت أكثر يمكن بكير إنه الاستعراض وال يعني لو كان الموال شوية أخف وضحت لي أكثر بكون يعني أنا خشيت معاك فوت بالمود بالأغنية أكثر حبيت هسا الموال حلو هو ما أنت ما عملت إشي غلط بس بكير شوي الشغلات حسيت استعرض زيادة مثلا يعني قول يعني مش كثير يعني أنا الصراحة بالموال شوية حبيته بس بالأغنية يعني نساني الموال طيب الصراحة يعني من دون زعل اي شيء لا طبعا لا طبعا العكس هلا احنا المشكله وين المشكله انه احنا هلا مش متفقين على الدرجه هذا عارف ما شاء الله عليك صوتك حلو تمام بس هي اماني ولازم احكيها طبعا اكيد طب يلا احكوا لي هاي والله بستاهل انا بالنسبه لي لو انا عم بحكي على خالد لو في 12 حاعطيك 12 صراحه يعني لانه عارف امكانياتك قويه كثير ومحتاجين هاي الاصوات حسين بستاهل شو ما تقول لي انت قول لي انت انا وياك واحد انت قول ولا اقول على طول انت شو حابب المره عندك انا ما بقدر بقدرش اسمع هذا الصوت وما اعطيه خلص بستاهل انه ولا غلطه صراحه خلص بستاهل حتى وقفه البيت كانت جديده انت غدرته فيها على الهواء ومشى هو ومشى زبط اموره نديم ركز طبعا
لا يعطيك العافيه ومشى صح بالنسبه لي، واتوقع انه حسين راح يوافقني. انا بالنسبه لي علامه 10 مليون بالميه. يعطيك العافيه حبيبي، 10 من 10 علامه كامله يا اختي. الله يوفقك. بدي اذكر كمان كل الاشخاص اللي عم بيسمعونا بيتابعونا، كمان شوي رح ينزل لينك رقم مؤيد هو 52 عشان تصوتوا له. اللجنه اعطته 10 ونشوف انتم شو رح يطلع معكم. خلينا نطلع لبريك برضه سريع، ولا بعديها نستقبل ادم مهيار المشترك رقم 39. يلا بلشت تحلو وبلش العد التنازلي لنشوف مين هم المشتركين اللي رح يتأهلوا معنا للفاينل يا جماعة. وهلأ صار معنا آخر مشترك، مشترك رقم 39 آدم مهيار أو محمد مهيار، بس اسمه المعروف فيه هو آدم. أهلا وسهلا، فوت عغرفة الاعتراف. رح يسمعنا ذبحني الليل ومبزن صح؟ يلا غرفة الاعتراف. غرفة الاعتراف. ذبحني الليل بدونك والله ما قدر، وحيد ويا الهموم اسمر اشوف الويل، انادي وصوتي رجع لي حبيبي وين وعدك لي، عم يغمرك مثلي عم يلعب بشعراتك الحلوي، رجعك طفلي عمر 10 سنين، عطاك حب وحنين مغزن. تذكري قلبي معك على طول على طول، هيدي الحقيقة مهما عمري طول، ما فيك بقول ما بحن. رشي لعطري شوفي عيوني بنظرك، كوني رفيت وحدتك وتخيليني بغمرك ضمي. أظني جننتهم للكفة وحسين هلأ. آه انت صوتك ما شاء الله ما شاء الله عليك. حسين تفضل. لا انت، لا انت والله غير انت اللي تبلش. والله غير انت، والله غير انت. حلفنا احنا الدين. تفضل يلا. بلش تفضل. يعني ما بداش مشاورات. صوت حلو، وثقان من حاله ما شاء الله عليه. عم بلعب العرب بمكانها يعني، عرفت كيف؟ حلو لقدام ان شاء الله، كمان بياخذ خبرة أكثر بصير عنده أكثر كمان شغلات. يعني ما شاء الله عليك، أنا عجبني. Thank you. كابو. يعني شو بقولها، في مثل بقول عصفور على ال لا لا حصت التالي للغالي، يعني آخر واحد إشي كويس، لأنه آخر طبعا لأنه آخر واحد. آخر واحد صح، لأنه آخر شخص وختام مسك. أيوة هي هي هاي. سكفولي خرفت الدنيا انا، جبت السلافة عليها. طيب يا ادم، انا بقول انه احنا
هاي سيمي فاينل وختامها مسك. ختامها مسك، انت بدعت صراحه. بالنسبه لي يعني غلطت غلطه كانت غير مغفوره ابدا، حتى بعرف اذا انتبهت لي. انتبهت لك بس انت زبطتها في الاعاده. هي بالاعاده زبطتها، بالاعاده زبطتها. اوكي، شوي توتر قدام اساسا. لا يا اخوي لا بالعكس، الله يسعدك. بس بتعرف يعني ضليتني انا قاعد عم بسمع. خالد زعل عشانك. طبعا انت عرفت، لانه انا سامعك وعارف انت شو بتغني وعارف البروفات قديش انت تقيل وقوي. اوكي، فكانت اول طلعه يعني احنا بنقولها خسيت يعني بالركوز تبعك، بس لما عدتها الثانيه كانت ممتازه. فهي غفرت للاولى، انت عرفت يعني الله ستر. انا بالنسبه لي بحب صوتك كثير ودائما متفائل فيك، ومشروع مهم صراحه، لانه راح اخلي الدرجه لحسين هاي المره، هو اللي يعطيك. تفضل انت، أنا انت كله عندي. كله عندك. يبارك الغلط المره الجايه هاي. عشان ما تقولوا انا هي يا حسين. وانت قول له والله بيستاهل. انت كله علي. انا بالنسبه لي والله بطيني 200%. اوف، والله من فنان حبيبي مثلك. والله يسعدك. يعني حط له 10. أكيد. يلا 10 من 10. برافو عليك آدم. مناقشة. آدم رقمه 39 يا جماعة، عشان تصوتوا له إن شاء الله عليك. رح ينزل كمان شوي، رح نطلع لها بريك سريع. بعرف زودناها عليكم اليوم، بس بريك سريع جدا جدا، وبعدي أكيد مكملين بغني لي برعاية برجر ميكرز، عشان كمان حسين يغني لنا أغنية الختام. الختام مرد قريبا. رجعنا لكم أكيد بالدقائق الأخيرة من حلقة النصف النهائي من غنيلي. رح أذكركم يا مستمعينا ومتابعينا ومشاهدينا كمان بأرقام المشتركين وأسمائهم، عشان إن شاء الله بعد الحلقة بشوي رح ينزل لينك على كل السوشيال ميديا بلاتفورمز لمزاج اف ام @مزاج اف ام، عشان تقدروا تفوتوا على هذا اللينك وتصوتوا للشخص اللي انتوا حابين انه يتأهل معنا للنهائي. وزي ما بتعرفوا حسين وكبو اعطوه علامة، طبعا هاي العلامة بطريقة معينة رح تنضاف على الأصوات أكيد، وبعدين بالآخر اوتوماتيكيا رح تطلع الأرقام أو العلامات بدقة، يعني ممكن يكون فيها أعشار وانصاص، مش ضروري علامة كاملة. وعلى 4 علامات هم أكيد رح يتأهلوا معنا للفاينل، وإن شاء الله إعلان النتائج رح يكون يوم الثلاثة الساعة 5:30 ببرنامج عالطريق مع معين الصافي وحنين إبقاعين. تمام؟ مشترك رقم 48 علي عميش، مشترك 43 محمد سريوة، مشترك 1 سيف الصفدي، مشترك رقم 32 سارة النجار، مشترك رقم 8 أحمد الخطيب من لبنان، مشترك رقم 52 مؤيد الحلو، ومشترك رقم 39 آدم مهيار. وحتى كمان إن شاء الله رح تشوفوا الفيديو تبع أحمد برضو موجود عنا على السوشيال ميديا اللي بتعب عليها كثير محمد. هنية، يعطيك ألف عافية محمد. وبالنهاية أكيد رح أترككم مع صوت حسين السلمان النجم الفنان الأردني حسين السلمان، بس قبليها لازم أحكي له كمان مرة نديم عز، يعطيك ألف عافية. شذا، محمد الخطيب، أحمد أبو صلاح، محمود الطويل، وكمان مجدي جودة موجود عنا هون، ميس طمالي يعطيك ألف عافية، دي جي مراد يعطيك ألف عافية، سامي عباس يعطيك ألف عافية، جوجو كمان من الهواء يعطيك ألف عافية، وكمان خليلة حنجوري تحياتنا لإلك، تحياتنا لإلكم جميعا. وأكيد جوجو كمان مرة يعطيك ألف عافية، كبو يعطيك ألف عافية. الحلقة الجاية الفاينل يا رب، الله يستر. جود لك لكل حدا. وحسين بدي أشكرك لوجودك معنا. وأنا بتشرف. شكرا لإلك، كثير انبسطت. أنا تشرفت فيكم والله العظيم يعني، وكان إشي هيك يعني سريعا، كنت بدي اياه يطول اكثر يعني. يا حبيبي قاعدين معاكم، انت تستاهلوا كل خير. عادتك حلوة وحضورك حبيبي جميل، واحنا اصحاب على المستوى الشخصي حبيبي، بعيدا حتى على الفن، اشتغلنا كذا مع بعض والله. لكن احنا اصحاب وحبايب دائما واهل، وانا كثير بتشرف اني انا موجود معكم حبيبي. هلا بقدر احكي يا حسين انه ختامها مسك. يلا روح صوتك اكيد. ايش بدك تسمعنا؟ ماني قد حالك. ثانك يو ثانك يو. يلا مش مشكله، حسابك كل المايكات. اذا مستمعينا رح اترككم مع صوت الفنان الاردني النجم الجميل حسين السلمان، بنلاقيكم ان شاء الله الخميس الجاي الساعه 7 المساء بالحلقه النهائيه من غني لي برعايه برجر ميكرز. الله معكم.
وماني قد حلاكي هالحلا ماني قدوه قلبي جنع سمكي ودقته ما بيها الدو يلا وماني قد حلاكي هالحلا ماني قدوه قلبي جنع سمكي ودقته شكرا لكم جميعا مزاج شكرا